يب أول مقطع أنمي، لكن لا تتوقعون زيادة في المستقبل، بس بناء على التفاعل في هذا المقطع راح أبني عليه، ومن الممكن في المستقبل تشوفون زيادة بإذن الله. واليوم أول يوم في العيد، فمن العايدين والفايزين، وإن شاء الله يعيدها علينا بأحسن حال يا رب العالمين. وآخر حاجة قبل لا نبدأ في الموضوع، بس من حين قربنا من 20,000 إن شاء الله راح نسوي مقطع سؤال وجواب، فإذا عندك أي سؤال شخصي أو عام اكتبه في الكومنتات أو في بوست الإنستغرام أو في المنتدى، وراح نختار أفضل الأسئلة من كل مكان وراح نرد عليها بإذن الله. توقع أني طولت عليك في المقدمة، فخلونا نبدأ. الإيرينج اللي يلبسه تانجيرو اللي ورثه من أبوه بعد ما مات، لما موزن شافه خلى اثنينه من مساعدينه يروحون لتانجيرو عشان يقتلونه، عشان أول ما شافه تذكر قاتل شياطين قديم اللي سبب له رعب، وعشان كذا هو يبى تانجيرو ميت قبل لا تنجن يصير قاتل شياطين وبعدها يصير هشرة. كان شينوبي كوكوشيبا عنده أقوى خط من الدم اللي يقدر يقضي على أي هشرة في هذا الجيش الحالي بكل سهولة. لما طلاب أدوداكي يخلصون تدريبهم عشان يروحون الفاينل سيلكشن، ينحت لهم أقنعة، وكل قناع عليه رسمات مختلفة تعكس شخصية اللي يلبسه، زي سيبتو اللي قناعه فيه خلج في نفس المكان اللي فيه خلج على وجهه، وأخته اللي عليها وردات نفس نقشة الوردات اللي موجودة على لبسها، وتنجيرو عليه نقشة زي النقشة اللي موجودة في الإيرينج حقته وموجودة في نفس مكان الندبة أو الخلج اللي في جبهته. قبل ما نكمل أنا آسف إذا كان نطقي للكثير من الشخصيات أو أسامي الأشياء خطأ، لأن عندي ماضي أسوأ في هذا الشيء، فقبل لا تفصلون علي أنا آسف. في اليابان اسم عمل كيميتسو نيايبا معناه ديمون كيلينج بليد، مانغا قاتل الشياطين قد خلصت وباعت أكثر من 150 مليون نسخة حول العالم. موزن يصنع الشياطين باستخدام دمه، لما يشوف الشخص يستحق يعطيه جرعات من دمه عشان يصير أقوى، وكل ما زادت الجرعات صار الديمن أقوى بكثير، ومش أي أحد يقدر يستحمل جرعات الدم حقت موزن، وفي نفس الوقت نقطة صغيرة من دمه تقدر تخليك مرة قوي. فايب وأقوى الشياطين هم التولف كازوكي أو الأقمار العليا، لكن لما أحدهم يموت يصير عديم الفائدة وينمسح رقمه بكل سهولة عشان موزن ما يهتم لأي أحد. كاغايا هو الرئيس 97 لفرقة قتال الشياطين، ولما كان عمره 4 سنوات أخذ هذا اللقب. موزن ما عنده أي رحمة لأي إنسان زي ما قلت، ولما شفناه يقتل اثنينه من الناس في الزقاق بطريقة أنه يعطيهم جرعات قليلة من دمه اللي خلتهم حرفيا ينفجرون لأنهم ما يقدرون يستحملون كل هذه القوة. ولكن مشكلة موزن الوحيدة هو خوفه من الموت، زي ما شفنا عينه تهز لما سمع هذه الكلمة. يوروتشي بدون أي نزاع أقوى قاتل شياطين قد مر في كل العصور، وقدرنا يقطع موزن شاورمه بيد واحدة، وموزن صار يهرب منه حتى نهاية حياته. مع أن قتال الشياطين كانوا موجودين في وقت يوروتشي، مع ذلك ما كان يصنف نفسه منهم، حتى لما صدق حاول أنه يدخل معهم تم رفضه عشان أخوه كان شيطان، وفي نفس الوقت فشل في إنهاء موزن. موزن مجنون في أنه يدور الورد الأزرق عشان يخليه يمشي في النور بدون ما يحترق، وما حد قدر يلاقيه غيره لأن الورد الأزرق بس ينور في النهار لمدة 8 يوم ل3 أيام في السنة بس. كاتب ديمون سلاير أو قاتل الشياطين اللي مستحيل أقدر أطق اسمها واسمها، حتى يومنا هذا ما زال مجهول الهوية، حتى جنسه غير مذكور، لكن على الأغلب هي أنثى. الهاشرة هم أقوى أعضاء في فرقة قتال الشياطين أو أعلى مرتبة، وما في منهم إلا 9، وعشان تصير منهم لازم على الأقل تقتل 50 شيطان أو واحد من الأقمار العليا اللي هم الكازوكي. أكلة رينجوكو المفضلة هي البطاطس الحلوة. كيومي الشخصية الوحيدة اللي ما يستخدم سيوف أو كتانة حقيقية، وبعد هو أعمى بسبب حادث صار له يوم كان صغير. عمر موزن أكثر من 1000 سنة. العلامة هو الندبة اللي تظهر على قاتل الشياطين تظهر بعد مروره بموقف خطير جدا، زي تنجرو لما واجه جيوترو، والعلامة تظهر كجروح أو وشوم تساعده على الصمود، وأغلب الناس اللي تظهرهم العلامة غالبا يموتون في عمر 25. تنجن وإينوسكي الاثنين الوحيدين اللي يستخدمون أكثر من سلاح أو سيف بدل سكين واحد أو سلاح واحد أو كتانة واحدة اللي هو جيومي. هو أكبر هشرة عمرا، مع أن عمره مجرد 27 سنة، لكن كل هشرة أعمارهم متفاوتة ما بين 18 إلى 23 سنة. فيلم قاتل الشياطين أكثر فيلم أنمي جاب أرباح ليومنا هذا، وحقق أكثر من 500 مليون دولار، وحتى يعتبر أكثر فيلم ياباني جاب أرباح. ونرجع لجيومي اللي يعتبر أطول هشرة في هذا الجنريشن بطول 2.2 سنتي. الهشرة الوحيد اللي قدر يفعل العلامة وما مات في عمر 25 هو يوروتشي. تنجيرو تم رفضه في تدريب الهاشيراز بعد ما تخطى كل تدريب من كل هشرة ما عدا هشرة الريح اللي طردها عشانه هجم عليه سابقا. علامة تنجيرو تغيرت بشكل تام بعد الفاينل سيلكشن،
الشيطان الوحيد اللي واجه كل أعدائه بس بيدينه بدون استخدام أي أسلحة هو أكازا. لسبب أن الأخوتين تانجيرو ونوزوكو يستخدمون فورم اللهب هو أنه شيء قاعد يمشي في العائلة، زي ما شفنا أبوهم يطبق الرقصات المتعلقة في هذا الشيء. زينتسو زي ما شفناه في بداية المسلسل كان يدور على زوجه، وهذا الشيء يضحك الحالة، واللي خليه يضحك زيادة هو اسم عائلة زينتسو أكاتسوما اللي تترجم لزوجتي. وزينتسو هو الشخصية الوحيدة اللي مش هشرة اللي قدر انه يصنع التنفس الجديد الخاص فيه ويهزم قمر من الأقمار العليا لحالة. وممكن تستغرب ان إنوسكي ما عنده غراب يعلمه الأشياء اللي يسويها زي الباقين، والسبب هو ان إنوسكي حاول يأكله 18 مرة. واغلب الناس اللي يشتغلون كمصممين ازياء للديمون سلايرز او قتال الشياطين وصناع السيوف يكرهون إنوسكي مرة، عشانه يشوفونه قليل ادب ودائما يكسر اغراضهم او يخليها بشكله المميز، يقطعها يكسرها والى اخره. جد زينتسو هو الهاشر الوحيد اللي ما تم تلقيبه باسلوب التنفس حقه اللي هو الثندر بريثينج، لكن كانوا يسمونه ذا رورينج هاشرا، وهو صوت الرعد، وأحسها شيء أفخم بكثير ويخليه مميز عن الباقين. من الممكن تلاحظ أن عائلة رينكوكو كلهم عندهم لون شعر مميز، ويقال أن جدتهم الكبرى كانت تأكل التامبوري اللي هو نوع من الروبيان المقلي بشكل شره، وعشان كذا صار شعر لونهم أصفر وأحمر. طبعا هذا الشيء ما لأمه دخل وما له معنى، كيف تأكل روبيان أصفر ويشيل شعر لونك أصفر؟ بس شكل الشعر جامد فبلان سلكوها. وعشان ما تقولون ايش الهبد اللي قاعد يقوله ذا، اغلب المعلومات اللي جايبها من ديمون سلاير ويكي او من مقاطع اجانب ثانيين، واتوقع ان هذا نفس المصدر اللي هم قاعدين يجيبوه منه، للمعلومات متقاربة فيها كلها تقريبا. خلونا نكمل. شنبو عندها اكثر نوع من التنفس اللي تقدر تضرب فيه بضربات من مسافات بعيدة جدا، فتقدر تحط السم في جسمك من مكان بعيد وكذا انت تصير تتألم قبل لا تهجم عليك اصلا، فتكون اوريدي متضرر. أسرع اثنين صاروا هشرة هم جيومي وميتشورو اللي تعينوا بعد بس شهرين من استلامهم للسيف، وهذا الشيء جدا مجنون للسرعة اللي قدروا يتعينون فيها لما نقارنه بتانجيرو اللي يعتبر مرة قوي اللي قاعد سنتين كاملة يتدرب بعد استلامه سيفه. حلقة ورقبة داكي المتمددة على الغالب مقتبسة من اليوكي روكي روكابي يوكاكي، لا تسألوني ايش هذا الاسم بس هو كذا اسمه، اللي يظهر كإنسان طبيعي لكن تستطيع تمديد حلقها لأطوال طويلة متطويلة. جيوترو هو القمر السادس الحقيقي وليس داكي أخته الصغيرة اللي ما نختلف انها قوية، لكن هو الرئيسي زي ما شفنا، وهي زي اللي انضمت معها وشي زي كذا عشان هو ما يبي يتركها. كوكوشيبا يحمل لقب القمر الأول وتمت مجاراتها على هذا اللقب 3 مرات، واحد المرات كانت من أكازا اللي جاراها على اللقب، ولكن أكيد كوكوشيبا فاز. مع ذلك كوكوشيبا تركه ولا قتله عشانه مرة استمتع مع النزال معه. وأخيرا تنجن هو الهشر الوحيد اللي طلع مش عشانه مات أو عمره صار كبير، بل عشان صار عاجز. وبس هذا اللي كان معي، شكرا على المشاهدة. وزي ما قلت أنا ما تابعت أنميات كثيرة، ولكن ديمون سلاير من أحد الأنميات اللي تابعتها وعجبني مرة، فحبيت أني أجرب أسوي عنه مقطع. ولا تنسون تحطون أسئلتكم، ومع السلامة.